كابتن، تحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي وكابتن سيد، النهارده فرحه كبيره ومهمه جدا يا كابتن سيد. لعيبه الرجاله كالعاده، اجواء كل الامور دي نسيناها لان احنا كان عندنا هدف تحضير نفسي على اعلى مستوى كالعاده. حابب تقول يا كابتن سيد لبطوله واحده من اغلى البطولات لجمهور النادي الاهلي؟ اقول الحمد لله طبعا، يعني الف الف مبروك لكل كل مصر، كل مصر بكل انتماءاتها طبعا، وتحديدا جمهور النادي الاهلي. يعني بطوله كانت غاليه جدا، ليها حسابات كثيره الصراحه. يعني كان هيبقى صعب علينا قوي ان انت تاخد فاينل ثلاث مرات مع 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 الوداد وتتاخد منك، مش هتبقى حلوه خالص. ليها حسابات حتى على المستوى الشخصي، انا بالنسبه لي انا يعني كان ليها شويه حاجات حسابات شخصيه ليا، ودي لاول مره يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، مجهود كبير جدا جدا الحمد لله، ربنا كلله بالنجاح. يعني ربنا كان معانا في اوقات برضو، يعني درس في البطوله دي، درس بتبقى بعيد خالص وبعد كده تدخل وتقرب. حتى مباراه العوده او اسف مباراه الذهاب، يعني انت متسيدها وممكن تطلع باثنين ثلاثه ومستريح وتيجي هنا، لكن ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. بشكر اللعيبه جدا، بشكر الجهاز الفني جدا، الحمد لله رب العالمين. انت بتشتغل وربنا بيوفق، يعني في حاجات ممكن تشتغلها وربنا ما يكونش موفق. يعني انت كنت معانا من يومين هنا، احنا كان الجماهير اللي قلنا وخدت راي كولر فيها، قلت له يعني عايزين نجيب الجمهور، يعني يبقى موجود الجمهور اللي هنا ال 50 60 واحد اللي كانوا موجودين. الحمد لله كان مردودها كويس، وكانت حتى الفكره ان اول ما الكره تبقى معانا الكل يصفر لو انت فاكر، يعني عملنا كده، ادينا لكل واحد صفاره. يعني كانت فكره واحد اسمه كريم، يعني هنا برده كان جاي من مصر وعلى يقين ان احنا نكسب. فطبعا كانت فكره رائعه جدا جدا ان كل واحد يصفر في اول ما الكره عشان ناخد على الاجواء. بالمناسبه والله واحد اسمه مالك، يعني كان بيجي لنا الماتشات على طول وهو طفل صغير، قال لي لو خدت قال لي هتاخد البطوله النهارده، ولو خدتها قول اسمي يعني. ازيك يا مالك؟ فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. معانا برضو الكابتن